وإن شاء الله بعد تبين اليوم أغسل المواعين وأنظف البيت. لا لا عادي، أنا غسلتهم ونظفتهم. سمعاي، ملابسها ما غسلت لياهم، أقسم بالله يا فوز إن ما خليت بكل زاوية في البيت يشوف شبحي ما أكون أنا منورة. إي زين تسوين؟ وهو وين الحين؟ إيش دراني، يمكن طلع مع ربعة ولا أحد، أنا شكو فيه، لا تسأليني عنه. أنا وايد زعلانة عليك، أنا على بالي أنت كلها ظلمته، طلع هو اللي ظلمك وفوق كل هذا ساكتت له؟ لا أنا بصراحة مو قالك ما أسكت. أنا ببالي شي، أنت صبرك علي شوية. أنا عندي لك خطة، سمعيني. لا تخلينا ينام عندك لون بالغرفة، والأكل تشيلينه كله من الثلاجة. لأن تدري منو مسوي هذه الحركة؟ بنت خالتي سوتها بزوجها، خليته الحين خاتمة بصبعها. حبيبتي أنا بنطرج، أنت دريتي أنا اليوم شو سويت فيه؟ الصبح ما قعدت حق الدوام وخليته يتأخر، حتى الدار قفلته. الريوق شلت كل الأكل اللي بالثلاجة، حتى البيض شلته عشان لا يسوي له ريوق. مينونة أنا. إيه زين تسوين؟